من الدمام عبر الهاتف معي دكتور مهدي أبو مديني، أستاذ المشارك والاستشاري استشاري الطب النفسي بكلية الطب في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، رئيس الجمعية السعودية للطب النفسي. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور مهدي. لماذا، لنبدأ بمشاكل الكلى، لماذا الأرق مرتبط بالموضوع بهذه المشاكل؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، شكرا لكم. الحقيقة هذه دراسة لا تزال هايبوثيسز، وهي نظرية وليست حقيقة. وهم درسوا الناس اللي ماتوا وعندهم مشاكل الأرق، فلو يطلع الباحث على نهاية التقرير يرى أن الباحثين يطلبون بزيادة الدراسة على أنها تكون مستقبلية وليست رجعية، بحيث نشوف المرضى الآن أو اللي يعانون من الأرق ونتابعهم على مدى بقية حياتهم حتى نثبت هذه النظرية. طيب، وحضرتك استشاري طب نفسي دكتور مهدي، ودائما نعرف ويقال بأنه الأمراض النفسية هي تؤدي وتسبب بأمراض جسدية، لهذا يجب دائما تركيز على العلاج النفسي، وهذه ثقافة غير موجودة حتى لو كان بفتكر في تحسين بعالمنا العربي. ما إمكانية أن يكون الموضوع مرتبطا، يعني أن تكون هذه التي ما زالت نظرية برأيك، هذه الدراسة دكتور مهدي، فعلا أن يكون الأرق مرتبط بأمراض عديدة، كون الأرق مفروض سببه الأساسي نفسي، صحيح؟ تفضل. ليس بالضرورة أن السبب نفسي، وإنما له أسباب كثيرة، ومن 80 إلى 90% من أسباب الأرق تكون مصاحبة أو كوموربيد. ولذلك الألم قد لا يخلي الشخص ينام. ماذا يعني أنه 90% من أسباب الأرق مصاحبة؟ يعني الأرق مصاحب لمرض آخر، إما أن يكون نفسي أو عضوي. فمنها الإجهاد، منها فقدان عزيز أو حبيب، منها خسارة وظيفة أو خسارة مال، منها كل هذه تسبب أرق للشخص أن لا ينام. منها الناس اللي عندهم وظائف شيفت وركر، أو اللي مرة يناموا بالنهار مرة يعملون بالليل مرة يعملون بالأسبوع، فهذه تسبب أو تحدث خلل في الساعة البيولوجية. صحيح. وأيضا يربطها السفر من توقيت زمني معين إلى توقيت زمني آخر، بما يسمى الجيت لاك، لأن الساعة البيولوجية مرتبطة بالضوء والليل والنهار للشخص في مكان عيشته. وهذا سبب من الأسباب اللي تخلي هناك أرق. فهي ليست بالضرورة نفسية، النفسية هي مع الاكتئاب ومع القلق، لكن غيرها من الألم، من زيادة الوزن، من أمراض الصدر. ولذلك أكثر كثير من أخصائيين أو استشاريين اضطرابات النوم هي معامل أبحاث على الصدر، ما يجيهم الاختناق بالليل وعدم النوم ويصحى وهم مفجوع، واضطرابات العضوية قد تكون هي أكثر من الاضطرابات النفسية. إنما نعم، الاكتئاب والقلق قد يحدث أرق خلال الليل. أنا أشكرك جزيلا دكتور مهدي أبو مديني، الأستاذ المشارك والاستشاري الطب النفسي بكلية الطب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، رئيس الجمعية السعودية للطب النفسي. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة من الدمام.